madaxweynaha dowlad goboleed Kiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleed Kiirshabeelle. wareegtada oo lagu magacaabay golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay agaasimaha madaxtooyada Hirshabeelle. بسم الله الرحمن الرحيم وريكت مدحوينة ريفرانسي دا قاها شا كسو بحض حفيزك مدحوينة مامو القبلات كهر شبال لواتن يسدح تضوي يتبن كنا تاري قيسا لواتن يسدي دبشي كو يتبنات لبكون تضوي يتبن وجيدو مقا عابس حبناها قولها وزيرة دولة قبلات كهر شبال markaan arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan qodobka 16aad iyo qodobka 17aad markaan la tashatay madaxweyne ku xigeenka gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle waxaan halkan ku magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida hoos ku cad ko wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta وزير عبد الله عيموي عبدي وزير دولة علي جامع جراد قري وزير كحجان عمر محمد هلولة إيدو لابا وزارة الدستوركا يفدرالك وزير محمد عبد الرحمن إبراهيم وزير كحجان حسن أحمد حسن محمد أحمد حسن محمد وزير كأرمه جوده يدولة ده هوسه وزير محمد علي عادل وزير دولة يوسف علم علي وزير كحجين محمد فارح محمود وزارة أمن جا يدقن علنت وزير كعبد القادر آذن شال وزير دولة محسن محمد الشيخ شفاع وزير وزير دولة محسن محمد الشيخ شفاع وزير كحجين ولي محمود حسين وزارة دولها جود يدبو ديسك وزير جامع حسين حاش وزير كحجين عبد الله محمد عمر وزارة قرشينتا مالقشقة إسكاشقة عالمية وزير عبد الرحمن عبد الله معلم وزير دولة على نور حسين علي بوداي وزير دولة على نور حسين علي بوداي وزير كحجين عبد الحميد محمد علي شيغو وزارة وحبرشدة دلنيرادة يسبورتية وزيركا محمود حسن نور حايو وزير دولة حسن محمود عربو وزير كحجين مؤمن تور عبد الله وزارة كلوميسك قيرات كبدا وزير عبد الله معلن مصطفى وزير دولة شرماركة علي جيرو وزير كحجين عبد الرشيد علي عدو وزارة دكذاها يقاديد كبدا وزير عبد الشكور عثمان محمد وزير دولة عثمان محمد حادولي وزير كحجين حسين محمد تورير وزارة جديد كعركي دولك وزير عبد الله محمد رابل وزير دولة إسماعيل ياسين عيسى وزير كحجين صلاة شيخ حسين مرسل وزارة بوسطة إسجارسين تي تكنولوجيا دا عصرقة وزير محمد حسن محمد وزير دولة إسماعيل محمد علسو وزير كحجين عبد الرحمن علي بلو وزارة حنانة حولها لرتي داق وزيرك حسين عثمان علم وزير دولة علي عثمان عصبلة وزير كحجين عيدروس علي ورسامي وزارة بيرها يوراك وزيرك حسن أحمد مودي وزير دولة أحمد مرة أحمد
وزير كحيان حسن علي عبد الله وزارة المالية يهرمر انت بقالة وزيرك محمد محمود عبد الله وزير دولة لقمان محمود محمد وزير كحيان محمد أمين عثمان عبد الله عقيل وزارة الإلالة بيئة للك يبدأ وزيرك محمد حسين ديري سوفي وزير كحيان حسين محمد توري وزارة عفماتك إدريالك بلشدة وزيرك علي معلن محمود علي معلن محمد وزير دولة سعدية محمد نور وزير كحيان أحمد شيق أبوكر وزارة بيها تمرتا يمعدنت وزيرك أحمد موسى حسين وزير دولة محمد نور حسين وزير كحيان ليبان علي إبراهيم وزارة الشقة الشقالة وزيرك أحمد عبد الله بشير وزير دولة إبراهيم أحمد محمد وزير كحيان أوبح هاشم أدواي وزارة قنعسي ورشدها وزيرك يحيى إسماعيل محمد وزير دولة أحمد عبد الكريم محمد وزير كحيان سعيد حاشي توحو وزارة ورفافنتا هدها يدقنك وزيرك عبد الولي محمد عبد وزير دولة عبد الصمد قليف ضبيل وزير كحيان سيف عبد الله إبراهيم وبالله التوفيق وحاسح حمد حوينها دولة قبلات كهير الشبال محمد عبد عبد واري وبالله التوفيق ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان اشتارتي في جوهر